ميشيل عون بطل ام ام اي بوكسينج وريستلينج، بدنا نحكي اكيد باحدث بطوله حققها ونعمل معه جوله على كل البطولات وكل المشاركات طبعا، ونتعرف عليه اكثر وعلى هالالعاب القتاليه من خلاله كمان اكثر واكثر. اهلا وسهلا فيك ميشيل، شرفنا. اهلا وسهلا فيك، مبروك. ميرسي لكم، استضافتكم لإلي. اهلا وسهلا فيك ميشيل. بس يكون في شخص، أول شيء هيدي قصة الام ام اي والجوجيتسو، هيدي بلشت مش من زمان كثير بلبنان تصير ترند، ويصيروا اللبنانيين والشباب اللبنانيين اخذينها كثير او سيريو وعم يشتغلوا مزبوط عليها. أنت قد ايه صار لك بتحضر حالك وقد ايه صار لك فان لهاللعبة، وهل كانت هي الأساس اللي ابتديت فيه أو شو كان الأساس اللي بلشت فيه قبل؟ صراحة أنا أول ما بلشت بالميكس مارشال آرتس بلشت بالسافات، بوكس سافات. رجعت وقفت فترة، وأنا لما انتقلت خارج لبنان على أفريقيا بلشت بالرسلينج. بلشت أتمرن مصارعة وألعب بطولات بأفريقيا مصارعة، حققت إنجازات برا، ولما رجعت على لبنان كنت بطل كونغو. مزبوط. في مقاطعة بالكونغو كنت أنا بطلها، المنطقة اللي أنا كنت عايش فيها. أنا بس رجعت على لبنان بلشت أطور حالي بين السترايكينج اللي بوكس مواي تاي، وبلشنا نشتغل أكثر على الجوجيتسو على التيك داون أكثر. سو بلشنا نعملها ميكس أب وانطلقت معنا من هالمرحلة. قد إيه كل هالفنون القتالية ميشيل بدها تحضير، بدها قوة جسدية، بدها عضلات، بدها اصرار، يمكن بدها تركيز، شو بدها؟ شو متطلباتها؟ تتقدر تلعب هيدي اللعبه بدك تشتغلي على كذا نقاط، منهم سترينث كونديشنينج، القوه البدنيه اللي عندك اياها، تكوني تعرفي سترايكينج بين بوكس بين مواي تاي، ويكون انت اهم شيء ارتكازك، لانه هيدي اللعبه فيها كيتش كنترول كثير وعلى الارض من جوجيتسو لرسلينج. بدك تحضري، ما فيك اليوم تفوت تلعبي فايت اذا انت منك حاضره مزبوط من نفس لقوه لسترينث اند كونديشنينج. ان كنت بدك اجاكي خصم بوجهك بيلعب سترايكينج، اذا انت منك جود سترايكر ما راح تقدر تواجهيه. هلا بس تفوتي على الكيج لجوا بدك تكوني واعيه على كل شيء، لانه هيدي اللعبه بتتضمن كذا لعبه. سو بدها سرعه بديهه وبدها كونسنتريشن كمان. 100% مزبوط. خلينا نبدا من الاخر، من فوزك بدوره اي سي اس الدوليه اللي جرت مؤخرا بلبنان بملعب نهاد نوفل بحضور ابطال الام ام اي من العالم. خبرنا عنها وخبرنا كيف كان شعورك انك انت اللي فايز وكم مشترك كان فيه. انا قطعت فتره 4 سنين وقفت، وكان عندي شويه انشغالات يوميه. هلا رجعت، ولما اول شغله بدي اتشكر الاتحاد اللبناني اللي فتح لنا الفرصه، الاستاذ محمد داغر رئيس الاتحاد والاستاذ حسن جزيني، من خلالهم هن نحن عم بينفتح لنا كثير ابواب، منهم الاي سي اس لما اجت على لبنان فتحت لي انا اول شخص كمان لحتى اقدر فوت وارجع اثبت وجودي. الاي سي اس تضمنت كذا لاعب من دول عربيه ومن اوروبا. كان تقريبا بحدود ال 15 ل 16 فايت، ومنهم انا تحضرت كثير. تحضير الام ام اي لفايت الام ام اي منه هين كثير، بدك تتحملي تعب، بدك تتحملي وجع، فيها تحضير كثير، منها جسديه ومنها معنويه ونفسيه. انا لاني معود على هيدي الكارير بالنسبه لي فيها شويه صعوبه، لانه كمان اليوم الحياه اليوميه صارت صعبه كثير لتقدر تجيب سبونسرز، يعني ناس تدعمك ماديا، في ناس تقدر تدعمك معنويا، منهم الارت كونتراكتنج شركه مقاولات بالسعوديه اللي قدمت لي الدعم المعنوي والمادي للاستاذ غسان حوراني والاستاذ فرانسوا سلامه. عند ذا كيتشن فتنس كانوا عم بيحضروني كوتش ريكاردو ديب، عم بيحضرني سترينث اند كونديشنينج، مدرسه عليا العواركي للمصارعه كانت عم تحضرني كمان مصارعه، وكوتش إليعون كمان كان عم بيحضرني سترايكينج. وعندي الفريق تبعي التي ام تي، المدرب الدولي عامر عبد النبي والبطل محمد حسون وعبد كسار بيرفكت سناتس، وعندي يعني فريق كامل متكامل. كامل متكامل، نحن موجودين لحتى نقدر نقدم اداء متميز بالقفص. خلينا نروح نشوف. يلا شوك يعمل له رير ناكد شوك، بس الي عم يعلي ايديه لحتى يمنعه يقدر يمسكه من رقبته. هيدي من اخطر البوزيشنز
يعني عم يراهن كل شيء هلا. صحيح 100% 100%. He went for a desperate move. عم يلعب كل اوراقه إلي. يس يس. هون عمل تاب اوت، خلص المباراة. عرف ميشيل خلص هون خلصت المباراة. يخطف المباراة. برافو لميشيل، برافو لميشيل. هارد لك، شوف كيف عم يحتفلوا، كيف مبسوطين. في كثير ناس ما بتفهم هاللعبة. يعني بتفكر انه اثنين عم بيقتلوا بعضهم على الارض واللي بيقتل الثاني معنويا، يعني مش بيقتلوا، اللي بيعمل له تاب للثاني خلص بيطلع وبيربح. بس هيدي اللعبه فيها كثير استراتيجي، فيها كثير فكر سريع وتخطيط وتنفيذ وسرعه بديهه ومات، يعني فيها تحسب هون من هون شو بنعمل، بنعمل هي من هي. عرفت شو قصدي؟ قد ايه صعبة انت وتكون عم تعمل هيدا الفايت تفكر بكل هول الاشياء بنفس الوقت؟ ما في فايت نحن بنفوت عليه اذا انا ما بعرف الاوبوننت تبعي. اول شيء انا ما باخذ فايت. لما بعرف الاوبوننت تبعي مين هو وشو الباك جراوند تبعه، ساعتها انا بقدر احط جيم بلان. على الجيم بلان تبعي انا بقدر بكره بس يوصل ليوم الفايت اقدر اشتغل معه. ما في يقول برياحه، بس بدك تكون كثير اتنتيف، يعني بدك تكون منتبهه، بتعرف شو الباك جراوند تبعه، انت حاطه جيم بلان عم تشتغلي على مده شهر ونص لتوصل الى هذا النهار. ممكن في شيء اسمه لاكي بانش او ضربه تيجي بالحظ ممكن تنزلك نوك اوت. بس انت بالنهايه دارسي، عارف الاوبوننت تبعك، حطيتي له جيم بلان وعم بتنفذي على مده شهر ونص لهذا النهار انك انت تفوتي وتثبتي وجودك جوا. مين هو اللي مفروض تنقذ منه ميشيل بس تكون هالقد انت محضر حالك ومرن ومهيئ؟ ما في شيء تقولي انه بنقذ منه. في شيء اسمه حظ، لما الحظ بيقلب ضدك خسرتي انت، خسرتي كل شيء. ما بتخسري معركه، ما بتخسري شيء، بس انه بتقولي انا تعبت لوصلت لهيدي المرحله، ما بدي انا هيدي الثانيه اللي هي بتقدر تخسرني كل شيء. هيدي اللي بخاف منها انا على طول. بس اجمالا اللي عنده لياقه اكثر بهيدي اللعبه هو اللي بيفوز. هي اللياقه البدنيه بتعتمد اكثر، بتلعب دور 65%. اذا انت ما عندك الكونديشنينج تبعك منه طف، منك قويه، منك مجهزه مزبوط، ممكن تفوت تلعبي اول جوله نحط عليك بريشر، ما بقى في عندك نفس، ما بقى في عندك قدره تحمل، حتسلمي. سو انا دائما بشتغل اكثر شيء كونديشنينج لحتى ضلني انا مرتاح بوجه الاوبوننت تبعي، لحتى اخلص فايتي باقل ضرر. ما في يقول انا اليوم كل ما بدي العب فايت انا بدي اربح. ما فيكي، اذا ما بتخسري ما بتربحي، ما بتطوري صحيح حالك. بس يعني عقليا ونفسيا وجسديا بدك تكون ريدي لكل شيء. هو الفايتر دائما لازم يكون جاهز عقليا قبل ما يكون جاهز بدنيا. بدك تجهزي حالك لتقدري تفوت تلعبي بالكيج، لانه في كثير فايترز بيوصلوا على باب الكيج وبفلوا، يعني ما بيطلع او بينسحب من اللوكرز. وفي ناس بتفوت بتلعب خلص انا جاهز من كل شيء، فوت كل بلعب بقدم اداء وبطلع. هيدي اللعبه بلشت تلاقي رواج كثير كبير بلبنان والوطن العربي، وعم بيصير كان بدبي وابو ظبي فايتات كثيره، وعم يجوا فايترز من كل انحاء العالم ويلعبوا بالامارات العربيه المتحده، وعم تبرم. يعني هلا صرنا نعرف باسماء للاعبين كثير مشهورين، نتابعهم على انستغرام. امريكا كمان عم تعطي اهميه لهيدا الموضوع، وفي فنون ايطاليه اذا بدك خفت شوي مقابيل هالفنون الايطاليه بالذات. انت لوين طامح انك توصل؟ يعني اكيد انت في شيء حاطه براسك لبعدين. دايما برات لبنان باوروبا دايما الاوبورتونيتيز بتبقى اكبر. في بروموترز، في ناس بتدعم، في ناس عم تدعم، عم تدفع مصاري على الفايترز، بيراهنوا على الاسامي، بيراهنوا. نحن عندنا بلبنان قطعت فتره طويله، قعدنا شيء 4 سنين أو 5 سنين بلا اتحاد. هلا اليوم بوجود الاتحاد انا فيي اقول انه انا محظوظ على وقت هذا الاتحاد، لانه هذا الاتحاد عم بيلعب دور مهم بحياتنا، عم بيفتح لنا فرص كثير. وفي ناس انا بقول الحمد لله انه في ناس بعدها لليوم عم بتامن، يعني مثلا مثل السبونسرز داعمين تبعي انا بعدهم عم بيامنوا فيي بالاوضاع الصعبه كثير.
فانا بقول انا خليني اطلع بالسلم درجه درجه، ما في يقول انا عم بطمح لهي البوان، خليني اطلع السلم درجه درجه وشو بيخبي لنا المستقبل؟ نحن جاهزين، نحن جاهزين لإله. هات لنحكي شوي بالاسماء وبالمباريات، شو بتقول عن المواجهه بينك وبين البطل اللبناني إلي فرح؟ إلي فرح هو انسان مقاتل شرس، انا بكن له كل الاحترام. هو جاي من باك جراوند بوكس، فايت على الدومين جديد الام ام اي، رح يلاقي اول شيء فيها صعوبه. انا بوجه له رساله انه لازم يتمرن منيح، لازم يشد حاله اكثر بالرسلينج على الارض اكثر، وهيدي فرصه كانت له. وين كانت المباراه انت وياه ببيشو؟ كنا باستاد نهاد نوفل بالسوق. اوكي، هات لنكفي. كمان من المواجهات اللي سبقوا خطه مواجهه مع البطل حسن طلال، ار اف سي، مزبوط؟ ار اف سي اجت على لبنان بال 2014. اعطينا تفاصيل اللعبه كمان. 2014 ام ام اي كانت اول منظمه بتيجي على لبنان عربيه، جمعت كل شيء في ابطال عرب وحطتهم بهالمبارزه، الحمد لله تفوقت عليه. حسن طلال هو بطل عراق، بطل اسيا بالكاراتيه كيوكوشينكاي، قدرت انا افوز عليه بالباك جراوند تبعي اللي هو مصارعه. كان لي فرصه كثير، انا بعده هيدا الفايتر من الفايتري القوية اللي لعبت انا معه كمان. يعني ما كنت متوقع الفوز؟ انا دائما بحط الفوز بوجهي ودائما بحط الامل بوجهي، بس هو كان عم بحكي كشخصيا كحسن يعني طلال اسم يحسب حساب عليه. خلينا نشوف الفيديو. يلا ممتاز. الحكم يطلب منهم التحرك لانه ما في فعاليه في الوضعيه. سيطر على يد مشعل من قبل مايكل برجله مثبتها بحيث انه يتمكن من الضرب، اخذ الظهر. هذه طبعا وضعيه اخذ الظهر لا مقتل له. دفاع قوي من مشعل. اوكي، نحن اول شيء شفنا ديزرت فورس مع البطل السعودي مشعل الخزام بالسعوديه، ورجعنا شفنا من بعدها وين بتقول يعني انا هلا عم شوفك انت عم تضرب وانا قلبي عم يوجعني، وين بتقول لا ميشيل ما تروح لهونيك حتى لو بدك تربح؟ يعني وين بوقفك انسانيتك قدام الشخص اللي عم تلعب معه؟ بالنهاية بتعرفي الحرب اليوم إذا بتطلع قدام حدا بتوقفي هيك بده يقوصيك، يا بتقوصيه. بفضل أنا لا، لما بكون عم بلعب فايت بقول أنا إذا ما بدي أضربه حيضربني حيأذيني، بالنهاية هي مبارزة. أنا اخترت هيدي الكارير تبعي، بدك تروح فيها للآخر، بدي أروح فيها للآخر، بدي أتحمل عواقبها شو ما كانت عواقبها. ممكن يوصل فيها ضربة معقول تقتل هيدول الجيمز؟ تقتل الشخص اللي مقابلك؟ بحال صار في كسر بالجمجمة ممكن يعمل نزيف، ممكن يموت، توصل. شو خطورتها بس نحكي انه بخبطه على الراس على الدماغ، يعني ضربه ورا ضربه. هذا سبق اللي حكيته انا، الاتحاد موجود اليوم لسلامه اللاعب كمان غير الفرص، يعني الحكم موجود بقلب الكيج، لما بشوف الفايتر اللي عم ينضرب وصل لمرحله كثير مأذيه حيوقف الفايت، ما حيكفي الفايت. اوكي، أنا حابة أحكي كمان بتجربتك بتايلاند، شو بتقول عنها؟ كيف كانت وبأي مرحلة؟ تايلاند طلعت أنا تايلاند مرتين، طلعت تريننج من بعد الكونغو صح؟ نعم. أوكي، طلعت مرتين على تايلاند، عملت تريننج كامب شهر ونص بشهر ونص. الأفانتاج بتايلاند عندك فرص كتير
انك تلعبي مع اغلبيه الفايترز بالعالم، لانه كل العالم بالاجمال بتنزل على تايلاند لحتى تعمل تريننج كامب. فانت عندك فرص كتير، يعني اذا حسيتي حالك بمطرح من المطارح ضعيفه ما فيك تقولي انا لا بدي اخبي هذا الشيء. كل فايتر بتلعبي معه بتضلك تلاقي حالك في مطرح من المطارح ضعيفه، فانت هون رح تضلك تشتغلي ورح تضلك تختلطي مع عالم وحتفوتي تجارب، هذا الشيء بحسن لك ادائك. بس شو اللي بيختلف ميشيل بين شخص واخر؟ يعني بنعرف انه وينين اللعبه هي ذاتها، يعني في شيء الكل عم بيطبقه، وين بيكون الاختلاف بالاداء بالطريقه بيكون الاختلاف بالفايترز. يعني اليوم بيجي لعندك فايترز تتلعبي معه سبارينج بقلب النادي، هيدا الفايترز بيكون الباك جراوند تبعه مواي تاي سترايكينج، يعني ايدين اجرين كوي ركب. اوكي، سو الباجاج اللي حامله معه بيكون عنده باجاج مختلف. أوكي. كليا شو الاضبط باجاج يكون حامله لاقوى يعني لينجح بالامامي؟ انا من بعد 10 سنين خبره الباجاج الوحيد اللي انت ممكن تربحي فيه بدون ما حدا يبحث المصارعه. المصارعه اللعبه الوحيده، قد ما كان الفايتر بوجهك ابضاي وطف بدك توصلي لمرحله بدك تلقطيه، وبس تلقطيه حينزل معك على الارض حتنزليه تيك داون، من هون تخلص. انا برايي بتخلص. اوكي، المصارعجي اللي عنده باك جراوند رسلينج ما حدا بيقدر يوقف في وجهه. ما حدا. بأي لعبة أو بأي مباراة ميشيل كان في لك مثل دعسة ناقصة وبتندم عليها لهلا؟ في بروجرام طلعت عليه اسمه البطل ADFC، طلعت عليه كان الأداء، أنا برأيي الأداء أكثر من صفر. أدائك أنت؟ الأداء بكل شيء. مش عم بقول أنا ندمت إنه شاركت، أنا ندمت ليش شاركت فيه. أوكي. بس هيدي مشاركتي الوحيدة اللي أنا فيه يقول أنا ندمان عليها. بس رجعتك لورا أثرت بمسيرتك يعني؟ أثرت علي كتير، خسرت، ما كنا محضرين مزبوط، كنا يعني مهتمين أكتر بقصص التشالنجز اللي صارت بالصحراء وبالماي ومثل سيرفايفر. هيدا الشيء بعدني كليا عن أجواء الفايتس. فأنا فيه يقول أنا هيدي الشغلة الوحيدة اللي أنا كتير ندمان عليها. رجعتني كتير لورا. طيب انت شخص قوي تعمل فايت وتصارع تنزل الناس بالارض، قد ايه بتستعمل هولي بحياتك اليوميه؟ ابدا. قد ايه هن بيعملوا لك حساب بس يعرفوا انت مين؟ طيب ابدا ابدا. انا ولا مره عملت مشكل وهجمت على حدا؟ بيصير في معي مشاكل كتير بس انا قد ما فيي بطلع منها. بس ولا مره بستعملها بحياتي بالبيت مع اهلي مع اصحابي بالشارع بأي مطرح بروح عليه. بس فينا نحن نستعين فيك إذا صار مسار؟ نعم فينا نحن نستعين فيك إذا صار مسار؟ نعيوني. طيب للجيل الطالع، جيل الشباب الطالع، الصبيان الصغار اللي عم ينهوسوا بهول بشخصيات هول الأبطال، في شو اسمه اللي استقال كرمال بيو؟ كل مرة بنسى اسمه. خبيب. ايه صح. فبينهوسوا بهول الشخصيات وحابين يعملوا هذا النوع من السبور. انت بتشجع الاولاد خاصه صبيان؟ انا مثلا بنتي بتعمل جوجيتسو مع سنتور وابني بيعمل جوجيتسو معه سنتور، بس بتشجع الاولاد انت يفوتوا بهيدي اللعبه؟ انا بشجع طالما السبور هو شيء اسمه ديسيبلين. انا بشجع. هن بيعمل كتير ديسبلين مزبوط. بس الولد اليوم ليفوت عند حيلا نادي يمرنوا الكوتش يطلع يقول له ضرب الاولاد، لانه بنسمعها كتير ومنعينا منها كتير، ليطلع يضرب الاولاد برا او يعمل مشاكل بالطريق، انا ضد. السبور هو ديسبلين ان كان مارشال ارتس وان كان اي شيء. انا مع انه الولد، لانه هو سبور بغير بحياه الولد، بقوي له شخصيته، فبس انه ليطلع يعمل مشاكل انا ضد. ديسيبلين اوكي. ميشيل بس قد ايه بدها قوه وتركيز لتقدر تفصل وتنسى انت مين؟ تقول انه انا قادر اضربه بس مش رح اضربه. عم تحكي بالكيج ولا برا؟ لا لا لا، بالحياه الطبيعيه. اذا مشهد مستفز، اذا شخص استفزك او وات ايفر، قد ايه بدها قوه وتركيز منك
لحتى تقدر تعمل كنترول exactly. بس لا تنسى انت مين. انا اول شيء انسان حياه بحياتي كثير رايق كثير رايق، يعني اهلي بالبيت ما بحسوا فيي شوفي لاي درجه. انا اللي بيستفزني اكثر شيء لما بخليني اتدخل، لما بشوف مثلا مشكل بالشارع ثلاث اربع شباب عم بيضربوا شاب او في تعنيف مرأة او بتدخل الظلم يعني انا هون بتدخل، غير هيك ما بتدخل. تنتبه على نوعيه الاكل؟ اكيد ترويقتي شيء، غدايه شيء، وعشايه شيء، بعد عن الجانك فود، بعد عن البيتزا، الخبز، الملح، كل هالامور لضلني محافظ على وزني لحتى بس فوت على التريننج كامب مشان ما اخسر 10 كيلو بخسر 5 كيلو. يعني بفضل اني انا اخسر 5 كيلو اوصل على وزني مرتاح بس ما اخسر 10 كيلو وكون تعبان. كونك حكيت كمان كتير بالتركيز ميشيل، بدي اعرف قد ايه اهميه النوم وقد ايه مهم انه تبتعد من كل المشاكل اليوميه الحياتيه من المسؤوليات اكزاكتلي قبل كل فايت مثلا. انا عندي تمرينتين بالنهار، تمرين الصبح وتمرين بالليل، مجبور ارتاح بين السبع والعشر ساعات بده يكون عندي. هلا الستريس اليومي والضغط النفسي اللي بتعيشي فيه هيدا بيواجبك من الصبح لعشيه، بيكفيك الترانسبور من بيتك على النادي. انا قاعد بجبال بنزل على بيروت، يعني عجقه السير، الضغط، الشوب، البنزين، بدك توصلي على بيتك. امي حرام يعني حرام امي انا بوجه لها تحيه انه كثير بتتعب معي. الله يخلي لك اياها. ميرسي. بس قد ايه هيدا الشيء بتعب بياثر على البرفورمانس؟ بياثر. انا بوصل ايام مرحله ما بروح على النادي، بوصل على نص الطريق دور وبرجع على بيتي، بدق لهم بقول لهم انا ماني قادر اوصل تعبان رح ارجع على البيت، بكره برجع بعوضهم. انت شو شغلك الاساسي؟ انا ميكانيك سيارات. انا دارس ميكانيك. عم تشتغل فيها؟ لا لا لا, لا. يعني لا. كل وقتك للسبور؟ كل وقتي للسبور، وعندي تلاميذي، نحن بنمرن بالتي ام تي لبنان ببيروت. أوكي. عندي تلاميذي وعندي صفوفي، طلعت أوكي. من دومين الميكانيك وقفته وفتت على دومين السبور. ميشيل عون، نحن بنتمنى لك كل التوفيق. ميرسي لكم. ميرسي. ومنفتخر عن جد رياضيين من لبنان بيقدروا بهالظروف الصعبه وباللحم الحي وبالسبونسرز اللي عرفت اللي بعد يعني بتتعب لتجيب سبونسرز بهالايام انك توصل. نتمنى لك كل التوفيق بهاللعبه خاصه وترفع اسم لبنان على طول. ميرسي لكم. ميرسي كثير. اهلا وسهلا.